أكد رئيس أركان قيادة عمليات نينوى العميد الركن رعد محمود أن داعش في وضع متقهقر تماما بعد أن حاصرته القوات العراقية المشتركة في الجانب الأيمن من الموصل، موضحا أن لا خيار أمام مقاتلي داعش إلا الموت بعد أن تم تحرير أكثر من 65% من مساحة غربي الموصل. الكل يعلم وليس مخفي للجميع على الآخرين أن وضع داعش الآن في وضع تقهقري تماما. احنا قطعات الساحل الأيمن المتمثلة في مكافحة الإرهاب البطلة والشرطة الاتحادية البطلة وقيادة الفرقة التاسعة البطلة زائد الحشد الشعبي البطل أطبق الخناق بالكامل على داعش في المنطقة في الساحل الأيمن تماما، والآن ما يقارب أكثر من 65% من الساحل الأيمن بيد قطاعاتنا العراقية، وإن شاء الله ما هي إلا أيام بإذن الله تعالى ستفصل بين الحق والباطل. الحق هو عودة الساحل الأيمن إلى حضن نينوى والحدبة. شنو هي الخيارات اللي أمام داعش؟ لا خيارات أمام داعش نهائيا، أغلقت كل الخيارات، أما الاستسلام أما أو الموت، وأعتقد هو فكر بالخيار الأخير الموت، وإن شاء الله نهايته تكون قريبة.